النجاح ديال الملتقى بطبيعه الحال من هذا الباب. وهذه مناسبه ولن تكون الاخيره اللي نويه بالمؤسسات الامنيه ديال البلاد المهنيه ديالها اولا والتضحيات ديالها ثانيا، لانه الناس من اجل البلد من اجل امن البلد ومن اجل امنيه البلد راه كتبذل واحد المجهودات كبيره بالرغم من محدوديات الامكان، ولكن كاين الحمد لله الالتزام قضايا هذا البلاد والقضيه الامنيه فوق 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 الجميع. دونك هذا من هذه الناحيه يمكن لكم تطمئنوا. الامور عندنا واحد الاعداد اللي هو متقن، ما فيش مجال المسائل اللي ابوبخي ولا اللي هو تقريبي ولا هو حتى نشوف هذا بحال هذا الباب. هذا الحدث كنتعاملوا معه كحدث محدود، حدث استثنائي. علاش؟ لانه في 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 المسائل الامنيه ما كاينش هذاك الشيء. المسائل ديال جافي واقف عايدين دايرين خلاص ما كاينش، ما كنتعاملوش بهذا المنطق، كنتعاملو معاه كحدث بوحدو. ما عمرنا ما درنا، ولا نكونو درنا 10 ولكن محدد كنتعاملو معاه بهذا المنطق بنفس الصرامه بنفس الدقه ديال الترتيبات بنفس التوضيح ديال المهام ديال كل واحد، لان هذه مسؤوليه. ما نقولوش غدا ولا بعد غدا شي واحد يقول انا ما فهمتش المهمه ديالي ولا لا ابدا. ما كاينش مجال من المسائل اللي هي تقريبيه الدوله ديالنا وضعت الامكانيات، لان هذا اختيار غادي توضع الامكانيات استثنائيه من اجل النجاح ديال هذا التطور. ولا شيء غير النجاح، ما كاينش الماتش نول النجاح الربح.